أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع فالقرآن قل شيء إلا وذكره يتعلق بهذه القضايا لقضايا الدعاوى على النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأحلّ الله البيع وحرّم الربا لأنه هو الذي يملك هذا الحق وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آه هذا هو المجلس الثالث من مجالس تفسير سورة إبراهيم عليه السلام كنا وقفنا عند قول الله تبارك وتعالى ألم ترى أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلقٍ جديد وما ذلك على الله بعزيز ألم ترى الرؤيا هنا قلبيه اي الم ينتهي علمك اليه قاله القرطبي رحمه الله ان الله خلق السماوات والارض بالحق ان يشأ يذهبكم وياتي بخلق جديد هذه الآيه اخواني تقرر ماذا؟ هذه الايه تقرر مبدا البعث وهي احدى طرق القران في تقرير مبدا البعث بعد الموت وهو الاستدلال بخلق السماوات والارض او بخلق الاكوان كما قال الله سبحانه وتعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق من خلق الناس لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس إذن هذه الآية أيها الإخوة تقرر إحدى طرق القرآن في تقرير البعث بعد الموت طيب هل للقرآن طرق أخرى؟ نعم من الطرق يا أخواني الاستدلال بالنشأة الأولى قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم يعني أن الله عز وجل الذي خلق الإنسان ابتداء قادر على على إعادته طيب هل للقرآن طريق آخر كذلك؟ نعم من الطرق الاستدلال بخلق النباتات كما قال سبحانه وتعالى وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات قال الله بعدها كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون فالاستدلال بخلق النباتات من أدلة القرآن على إمكانية البعث طيب هل له كذلك طريق آخر غير ما ذكر؟ نعم الاستدلال يا اخواني بمن اماتهم الله ثم احياهم حقيقه. وهناك خمسه امثله في سوره البقره لمن اماتهم الله في هذه الدنيا ثم احياهم. ممكن نتدارسها نحن واياكم اول موضع يا اخواني قصه البقره احسنتم هذا واحد. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله نعم الثاني الم تر الى الذين خرجوا من ديارهم وهم الوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم احياهم الثالث او كالذي مر على قريه وهي خاويه على عروشها قال انا يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مائة عام ثم بعثه الرابع نعم طير إبراهيم الخامس ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون بني إسرائيل إذا يا أخواني الاستدلال بمن أماتهم الله ثم احياهم حقيقه وفي سوره البقره خمسه امثله لهذه القضيه ومن ادله القران كذلك على امكانيه البعث النوم فان النوم موته صغرى اذن يا اخواني الخلاصه ان الله عز وجل في هذه الايه ذكر وقرر ان البعث بعد الموت حقيقة وأن الذي خلق السماوات والأرض هذه الأكوان العظيمة قادر على أن يحي ويعيد بعث هذا الإنسان العظيم ويجازيه على ما عمل إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز أي بعظيم ولا ممتنع بل هو سهل عليه إذا خلفتم أمره كما قال تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وإن تتولوا يستبدل قوماً غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم ثم قال الله سبحانه وتعالى: وبرزوا لله جميعا. برزوا اين؟ اي برزت الخلائق كلها برها وفاجرها لله الواحد القهار. اي اجتمعوا في براز في براز من الارض وهو المكان الذي ليس فيه شيء يستر احدا عن احد. هنا يا أخواني أتى المحك فقال الضعفاء وهم الأتباع لقادتهم وسادتهم وكبرائهم الذين استكبروا عن عبادة الله وحده لا شريك له إنا كنا لكم تبعا أيها الأسياد أيها الكبار أيها الصناديد نحن ضعفاء مساكين اتبعناكم فهل انتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ ما جزاء اتباعنا لكم؟ فقد امرتمونا فاتمرنا ونهيتمونا فانتهينا قلتم لا تطيعوا هذا الرسول فلم نطعه حاربوا هذا الرسول فحاربناه فهل انتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ كما كنتم تعدوننا وتمنوننا فما كان الجواب؟ لو هدانا الله لهديناكم. اي سبق فينا قول الله وسبق فيكم قول الله تبارك وتعالى: وحقت كلمه العذاب على الكافرين على الاتباع والمتبوعين لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محيص اي ليس لنا خلاص مما نحن فيه ان صبرنا عليه او جزعنا منه قال عبد الرحمن بن زيد بن اسلم ان اهل النار قال بعضهم لبعض تعالوا فانما ادرك اهل الجنه الجنة ببكائهم وتضرعهم إلى الله يقول, يقول إنه إنما هؤلاء إنما دخلوا الجنة ببكائهم وتضرعهم تعالوا نبكي ونتضرع إلى الله فبكوا وتضرعوا فلما رأوا ذلك لا ينفعهم لأن الآخرة هل هي دار عمل دار جزاء قالوا إنما أدرك أهل الجنة الجنة بالصبر تعالوا نصبر فصبروا صبرا لم ير مثله فلم ينفعهم ذلك لانهم في دار الجزاء لا في دار العمل فعند ذلك قالوا سواء علينا اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محيص اي ما لنا من محيص عن النار وعن عذاب النار والظاهر ايها الاخوه ان هذه المراجعه في النار بعد دخولهم اليها لان تخاصمهم يا اخواني تخاصم الاتباع والمتبوعين في القران قد ورد في موضعين تخاصمهم في المحشر وتخاصمهم في النار بعد دخولها هذه الايه هل هي في المحشر ام في النار يرى ابن كثير رحمه الله ان الظاهر ان هذا الحوار انما حصل في نار جهنم بعد دخولهم اليها كما قال سبحانه في ايات اخرى واذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا انا لكم تبعا فهل انتم مغنون عنا نصيبا من النار قال الذين استكبروا انا كل فيها ان الله قد حكم بين العباد. وقال في آية اخرى: قال ادخلوا في امم قد خلت من قبلكم من الجن والانس في النار كلما دخلت امه لعنت اختها حتى اذا اداركوا فيها جميعا قالت اخراهم لاولاهم لاولاهم ربنا هؤلاء يضلون فآتهم عذابا ضعفا من النار. قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقال تعالى يوم تُقلَّب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلُّون السبيل إذن هذه المراجعة يا أخواني هناك جملة من الآيات تدلُّ على أن هذه المراجعة إنما تكون في النار لاهل النار اما التخاصم في المحشر فيشهد له قول الله تبارك وتعالى ولو ترى اذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم الى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا انتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين" إلى آخر الآيات. فهذا الحوار وهذه المراجعة إنما هي في المحشر بخلاف الآيات السابقة والتي هي في النار. وسياق الآيات يقتضي ذلك كما يشهد له ما بعده، قال الله عز وجل: وقال الشيطان لما قضي الأمر. الشيطان هو ابليس والشيطان اما مأخوذ من شاطى إذا احترق أو من شطن إذا ابتعد فالنون اما أصلية أو زائدة والشيطان هنا يا اخواني المراد به ابو الشياطين ابليس فانه يقوم خطيبا في اهل النار زياده لالامهم وقال الشيطان لما قضي الامر اي لما قضى الله بين عباده فادخل المؤمنين الجنات واسكن الكافرين الدركات فقام ابليس لعنه الله حينئذ خطيبا ليزيدهم حزنا الى حزنهم وغبنا الى غبنهم وحسره الى حسرتهم فقال ان الله وعدكم وعد الحق اي على السنه رسله ووعدكم في اتباعهم النجاة والسلامة وكان وعدا حقا وخبرا صدقا وأما أنا وعدتكم وأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان أي ما كان علي لما دعوتكم من آية ودليل وحج على صدق إنما وسوست لكم فاتبعتموني لم أكن لي أي دليل على صدق ما جئت به فقط شوف كيف السياق القراني يا اخواني كيف هذه كيف مصير إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم يعني ما أنا بمنقذكم وما أنتم بمصرخي أي بمنقذي إني كفرت بما أشركتموني من قبل اعظم خطبه يا اخواني من يقرا هذه الايه ايها الاخوه وهو ليؤمن بالله حقا ويعلم ان الشيطان الذي يزين له الباطل الان سيخطب فيه في جهنم اسال الله العافيه وسيتبرأ منه كما تبرأ من دون اتباع الشياطين الاتباع في الايه السابقه شوفوا درجات في الآيات التي قبلها يا اخواني تبرأوا الأتباع ثم ذهبوا إلى أبو الشياطين إلى رأس الهرم فكان رده عليهم أقسى وأنكى فلا تلوموني ولوموا أنفسكم فالذنب ذنبكم خالد بعثت إليكم الرسل وأنزلت عليكم الكتب فلم تستجيبوا اعطوني دليلا واحدا وحجه لي عليكم، لا يوجد لم عندما اضللتكم لم يو لا يوجد لي دليل واحد فقد زينت العمل لكم فاتبعتموني. اما الرسل فانزلوا اما طريق الله عز وجل فانزل من اجله الكتب وارسل الرسل لكنكم اتبعتموني فالان أكفرت بما أشركتموني من قبل. أي بسبب ما أشركتموني من قبل. فالباء سببية. وقال ابن جرير: إني جحدت أن أكون شريكا لله عز وجل. يقول إني جحدت ان اكون شريكا لله يعني ابليس ابليس يجحد ان يكون شريكاً يقول انا مجرد ابليس انا مجرد شيطان حتى هنا التعبير بالشيطان اني كفرت بما اشركتموني من قبل هذا راي اي جحدت انكر ان اكون شريكا لله عز وجل من انا حتى اكون شريك؟ انا معكم في نار جهنم وهذا هو المعنى الصحيح في معنى إني كفرت بما أشركتموني من قبل ما أنا بمنقذكم يعني لا أستطيع أن أنقذكم وأخرجكم من النار ولا أنتم تستطيعون أصلا حتى إنقاذي كما قال الله سبحانه ومن أضل ممن من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون واذا حشر الناس كانوا لهم اعداء وكانوا بعبادتهم كافرين وقال في ايه اخرى كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضده طيب هنا ثم قال الله عز وجل ان الظالمين في اعراضهم عن الحق لهم عذاب اليم لهم عذاب أليم وفي هذة الآية مسألتان المسألة الأولى خط... هذه الخطبة العظيمة من إبليس للكافرين فقط أم لهم وللعاصين الموح... الموحدين يعني هذه الخطبة أيها الإخوة التي خطبها إبليس هل هي للكافرين وللعصاه ام فقط للكافرين ان تعرفون ان بعض العصاه ممن لا تنالهم الشفاعه ورحمه الله عز وجل يدخلون النار يطهرون فيخرجون هل هذا الخطاب الابليسي الشيطاني يكون للكافرين وحدهم أم للكافرين والعصاة الموحدين للكافرين طيب ممتاز هذا الدليل. هذا دليل هذا دليل يعني الآن الأخ يقول إن هذه الخطبة إنما تكون بعد خروج الموحدين من النار بعدما يطهرون والدليل ذكر الشرك في هذه الايه الدليل الاوضح يا اخواني هو لما قضي الامر احسنت قضي الامر انتهى استقر اهل الجنه في الجنه واستقر اهل النار في النار طيب المساله الثانيه يا اخواني قال الله عز وجل في هذه الآية: "وما كان لي عليكم من سلطان" فنفى اي سلطان للشيطان على الانسان، وفي آية اخرى اثبت له سلطان فقال سبحانه: "إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون" فما الجمع بين الآيتين؟ الايه المثبته للسلطان والايه النافيه لسلطان الشيطان لا احسنت والمنفي يعني المثبت السلطان المثبت يا اخواني في الايه هو سلطان الاغراء والتزيين والسلطان المنفي الدليل والحجه والبرهان احسنتم اذا لا تعارض بين الايتين فالسلطان المثبت هو سلطان الاغواء والتزيين والسلطان المنفي هو سلطان الدليل والحجه والبرهان احسنتم ثم قال الله سبحانه وتعالى وادخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها باذن ربهم تحيتهم فيها سلام ما مناسبه الايه لما قبلها ها يا اخواني واضحه المناسبه انت تعلمون المناسبات يا اخواني احيانا تكون المناسبه ظاهره واضحه يستطيع اي متامل يدركها وبعضها المناسبات تكون خفيه لكن هذه من المناسبات إيش؟ الواضحه الظاهره لان الله عز وجل لما ذكر مال الاشقياء وما صاروا اليه من الخزي والنكال وان خطيبهم ابليس ذكر حال السعداء وانهم يدخلون يوم القيامه جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها اي ماكثين فيها ابدا لا يحولون ولا يزولون باذن ربهم اي انما دخلوا الجنه يا اخواني برحمه الله عز وجل لا باعمالهم تحيتهم فيها سلام كما قال الله عز وجل في ايه اخرى حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم والملائكه يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم ويلقون فيها تحيه وسلاما دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وتحيتهم فيها سلام فتحيه اهل الجنه السلام عليكم ثم قال الله سبحانه وتعالى الم تر كيف ضرب الله مثلا كلمه طيبه كشجره طيبه الكلمه الطيبه يا اخواني هي شهاده ان لا اله الا الله قال ابن عباس ومثل كلمه طيبه شهاده ان لا اله الا الله كشجره طيبه هو المؤمن اصلها ثابت يقول لا اله الا الله في قلب المؤمن وفرعها في السماء يقول يرفع بها عمل المؤمن الى السماء وهكذا قال الضحاك وسعيد بن جبير وعكرمه وقتاده وغير ذلك ان المثل هذا عباره عن المؤمن وقوله الطيب وعمله الصالح وان المؤمن كالشجره اي شجره هنا الله عز وجل قال كشجره وهذا يسمى عند العلماء في التفسير مبهمات مبهمات القران والقاعده في مبهمات القران يا اخواني ان نبهم ما ابهمه الله فنقول ضرب الله بشجره الا اذا دل دليل صحيح على تعيين هذا المبهم فهنا نعينه لان الدليل دل على ذلك هنا في هذه الايه هل يا اخواني دل الدليل على تعيين هذه الشجره؟ نعم ورد اشاره الى ذلك وان الشجره هنا هي النخله وان الشجره هنا النخله وانها مثال للمؤمن روى البخاري عن يعني ابن عمر قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اخبروني عن شجره تشبه أو كالرجل المسلم لا يتحات ورقها تؤتي اكلها كل حين. قال ابن عمر: فوقع في نفسي انها النخله ورأيت ابا بكر وعمر لا يتكلمان فكرهت ان اتكلم فلما لم يقولوا شيئا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي النخله. فلما قمنا قلت لعمر: يا ابت يا ابت والله لقد كان وقع في نفسي انها النخله. قال ما منعك ان تتكلم قال لم اركم تتكلمون شوف ادب الصغار مع الكبار فكرهت ان اتكلم او اقول شيئا قال عمر لان تكون قلتها احب الي من كذا وكذا وروى احمد عن ابن عمر قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتي بجمار فقال من الشجر شجره مثلها مثل الرجل المسلم فاردت ان نقول هي النخله الى اخر الحديث طيب لماذا شبه يا اخواني العلماء تلمسوا لماذا شبه المؤمن بالنخله دون بقيه الشجر لماذا وقع التشبيه بالنخله دون بقيه الشجر قال القرطبي رحمه الله جوابا عن هذا ان النخله اشبه الاشجار بالانسان ولذلك شبهت به كيف أشبه الأشجار بالإنسان؟ قال: ذلك أن كل شجرة إذا قطع رأسها تشعبت الغصون من جوانبها، الأشجار كلها يا أخواني إذا قطع رأسها تتشعب من الجوانب، النخلة إذا قطعت رأسها تستمر مثل الإنسان، الإنسان إذا قطعت رأسه مات، مثلها كذلك النخلة تخالف بقية الأشجار، بقية الأشجار يا أخواني إذا قطع رأسها فان جوانبها ما, ما يضرها قطع الراس فالانسان اذا قطع راسه مات والنخله اذا قطع راسها يبست كما انها تشبه الانسان حين لا تثمر حتى تلقح هذا راي القرطبي رحمه الله طيب تؤتي اكلها كل حين ما معنى كل حين قال بعض المفسرين كل غدوه وعشيه وقال بعضهم كل شهر وقال بعضهم كل شهرين وقال بعضهم كل سته اشهر وقيل كل سبعه اشهر وقيل كل سنه كل قول قال به السلف رحمهم الله ابن الجوزي رحمه الله في زاد المسير اراد ان يجمع بين هذه الاقوال فقال من قال ثمانيه اشهر اشار الى مده حملها باطنا وظاهرا ومن قال سته اشهر فهي مده حملها الى حين صرامها اي النخله ومن قال بكره وعشيه اشار الى الاجتناء منها ومن قال سنه اشار الى انها لا تحمل في السنه الا مره النخله لا تطلع الا مره واحده ومن قال شهران فهو مده صلاحها ومن قال كل ساعه اشار الى ان ثمرتها تؤكل دائما قال ابن جرير الطلع في الشتاء من اكلها من اكلها والبلح والبسر والرطب والتمر في الصيف والذي يظهر والله تبارك وتعالى اعلم ان هذا الحديث ليس صريحا في تفسير الشجره وان كانت الشجره مثال للمؤمن ولذلك قال ابن كثير الظاهر من السياق ان المؤمن مثله كمثل شجره شجره سواء كانت النخله او غيرها لا يزال يوجد منها ثمر في كل وقت من صيف او شتاء او ليل او نهار كذلك المؤمن لا يزال يرفع له عمل صالح آناء الليل واطراف النهار بإذن ربها أي كاملا حسنا كثيرا طيبا ثم ختم الله عز وجل هذه الآية بقوله ويضرب الله الأمثال للناس لماذا؟ ما فائدة المثل؟ للذكرى لعلهم يتذكرون وفي هذه الآية إشارة يا أخواني إلى أن المؤمن لا بد أن يكون ربانيا وأن تكون أعماله كلها لله كما كان بعض السلف يقول إني لا أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي وقد دلت الأدلة الصحيحة على ذلك المهم أن يحتسب الأجر عند الله تبارك وتعالى كما قال حتى اللقمة تجعلها في في امرأتك صدقة والأدلة في هذا متضافرة فينبغي للمؤمن أن تكون أنفاسه لله تبارك وتعالى وأن يحتسب حتى في نومته ليتقوى بها على العبادة وفي أكله وشربه وهذا هو مثل المؤمن يؤتي مثله كمثل الشجرة تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها فلا يزال يرفع له عمل صالح في الليل والنهار وفي الصيف والشتاء كل حين كل وقت ثم قال الله عز وجل في الجهة المقابلة ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اي مثل كفر الكافر لا اصل له ولا ثبات شبهه بشجره قال بعض المفسرين انها الحنظل وهذا من تعيين المبهم فان دل دليل على انها الحنظل فبها ونعمت والا نقول انه شبهها بشجره هذا وصفها كشجره خبيثه اجتثت اي استؤصلت من فوق الارض ما لها من قرار اي لا اصل لها ولا ثبات كذلك الكفر لا اصل له ولا فرع فلا يصعد للكافر عمل ولا يتقبل منه شيء بخلاف المؤمن الذي انفاسه كلها لله تبارك وتعالى اذا احتسب الاجر فالكافر وان عمل العمل هو لا يعمل اصلا وان عمل وان عمل لا يتقبل منه فهو لا اصل ولا فرع ثم قال الله سبحانه وتعالى يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره روى البخاري عن البراء بن عازب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلم اذا سئل في القبر شهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله فذلك قوله يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره هذا يسمى ماذا عند العلماء يا اخواني تفسير القران بالسنه فهنا فسر النبي صلى الله عليه وسلم في الاخره بانه السؤال عند القبر السؤال عند القبر والقبر اول منزل من منازل الاخره اذن يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا يقول العلماء عند الاحتضار او مده بقائه في الدنيا يشمل الثبات على الدين ومنها قول لا إله إلا الله عند الممات وهذا أعم وأشمل أن يثبته الله عز وجل في الدنيا على الهداية والاستقامة ويثبته بقول لا إله إلا الله عند مماته كما يثبته الله سبحانه وتعالى في الآخرة عند سؤال الملكين وقد جاء في صحيح مسلم عن ابي هريره قال: إذا خرجت روح العبد، إذا خرجت روح العبد المؤمن تلقاها ملكان يصعدان بها، قال حماد احد رواه الحديث فذكر من طيب ريحها وذكر المسك قال: ويقول اهل السماء روح طيبة جاءت من قبل الارض صلى الله عليك وعلى جسد كنت تعمرينه فينطلق به إلى ربه عز وجل فيقول انطلقوا به إلى آخر الأجل وإن الكافر إذا خرجت روحه قال حماد وذكر من نتنها وذكر مقتا ويقول أهل السماء روح خبيثة جاءت من قبل الأرض قال فيقول انطلقوا به إلى آخر الأجل قال أبو هريرة فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم ربطه كانت عليه على انفه هكذا اي ان نتنها عظيما وروح الكافر منتنه نسال الله سبحانه وتعالى حسن الختام وقد جاء جمله من الاحاديث الداله يا اخواني على سؤال القبر فهو ثابت وهو من عقيده اهل السنه والجماعه وان الارواح ترد إلى أجسادها بعدما يتولى عنها أصحابها لكن هل الحياة البرزخية هي حياة تشبه الحياة التي نعيشها لا هي عالم غيبي تختلف تماما عن حياتنا الدنيا ولذلك نؤمن بأهل الحديث أنه يسمع قرآن نعالهم يرد السلام على من يسلم عليه يجيب الملكان يتكلم يفسح له في قبره إذا كان من أهل الإيمان يضيق عليه قبره لكن لو قال انسان انا افتح القبر ولا اجد بل نجده في الثلاجه لا نجد شيئا تغير نقول سبحان الله هذا عالم غيبي والله اثنى على من يؤمنون بالغيب ثم عندنا لك مثال اخر العوالم اربعه عالم الاجنه وهو يختلف بمكوناته عن العالم الذي يليه وهو عالم الدنيا الطفل يا أخواني في, في رحم أمه يتغذى بماذا؟ يتغذى بدمها أليس كذلك؟ كيف يتنفس؟ ما يتنفس عالم مستقل واضح يا أخواني؟ طيب إذا خرج هذا الطفل من عالم الأرحام إلى عالم الدنيا اختلفت مكونات الحياة أليس كذلك؟ لو سقته أمه من دمها يحيا ولا يموت؟ قبل دقائق هو يتغذى من دمها، فما باله الان يموت من دمها؟ عالم اختلف جذريا، لا يمكن ان يقاس. هو اختلف لو اتيناه وضعناه في صندوق مغلق تماما كما كان في بطن امه، يحيا ولا يموت؟ يموت لانه انتقل الى عالم اخر مختلف بمعالمه ومكوناته. كذلك عالم البرزخ يا اخواني هو عالم مستقل تماما. يختلف عن عالم الدنيا عالم غيبي كما ان الطفل يا اخواني في بطن امه بالنسبه له عالم الدنيا عالم غيبي لا يدري ما هو هل يمكن ان الطفل يا اخواني الذي في بطن امه يعرف حقيقه الدنيا وما هي عليه بسهولها وجبالها وسمائها وارضها والى اخره كذلك نحن يا اخواني لا نعلم ما هو عالم البرزخ ابدا كذلك عالم الاخره يختلف عن عالم البرزخ عند البعث كيف يحشر الناس كيف كيف الى اخره الادله ولذلك الواجب في مثل هذه الامور يا اخواني عدم يعني عدم تنزيلها على العقل وانما هذه محلها الايمان بالغيب الذين اثنى الله سبحانه وتعالى عليهم وبهذه الايه نكون قد انتهينا من المجلس الثالث المجلس الثالث من مجالس تفسير سوره ابراهيم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبائر ويتعاهدها ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها الا بان يتعلم. متى ما رابيت فهو محرم وداخل في هذه الايه. تعلم علم اليقين ان الله تعالى له الكمال المطلق وبيده الخير كله وعنده خزائن السماوات والارض فحينها ليس لك سبيل ان كنت عبدا صادقا مؤمنا ان تتوجه لغير ربك.